بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، درسنا اليوم المحاضرة رقم 9 هي أول جهاز من الأجهزة الخاصة بالجسم. بعد ما كملنا كانت أول محاضرة كانت على المقدمة، بعدين أخذنا محاضرات على أنواع الأنسجة المختلفة، وأخذنا الأنسجة الأربعة الرئيسية أو الأساسية في جسم الإنسان، واللي كانت اللي هي الإبيثيليال، ثم الكونكتيف والمصل، والأخيرة كانت النيرفس تيشو. بعد ما نكملوا الأربع أنواع أو بعد ما كملنا الأربع أنواع من الأنسجة، أول جهاز نبدو فيه اليوم اللي هو الانتيجومنتري سيستم، اللي هو عبارة عن الجلد والأكسسوري التابع عليه. إذن الناس يتكون الانتيجومنتري سيستم consists of the skin and its accessory organs such as hair, nails and cutaneous glands. طبعا كل الغدد اللي هي ملحقة بالجلد. احنا حنتكلم هنا حنكتفوا بالحديث عن الشعر، وحناخدوا نوعين من انواع الغدد. ويعتبر الجلد هو largest and heaviest organ، تقريبا حوالي 7% من اللي هو البادي ويت. divide into two distinct layers اللي هما طبقتين أساسيات اللي هما الديرمس والإبيديرمس. إذن هنا عندي طبقتين الأساسيات الإبيديرمس الديرمس. function of skin، طبعا يلعب الجلد دور مهم جدا، ولكن باختصار احنا نتكلم شوية على الوظائف اللي هي resistance to trauma and infection، فيقاوم اللي هو الصدمات والعدوى. يعتبر أو يلعب دور مهم جدا في الحماية protection ضد اللي هي ultraviolet light and harmful chemicals، يعني الكيماويات اللي هي ضارة، وبالإضافة إلى أنه يلعب دور في الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية. أيضا له دور مهم جدا في فيتامين دي synthesis، تخليق فيتامين دي، ويحتوي على العديد من sensory receptors اللي هما مستقبلات الحسية. كما يلعب دور في regulates body temperature اللي هي تنظيم درجة حرارة الجسم. يتكون من طبقتين أساسيات اللي هي الإبيديرمس، وهذه تعتبر الأوتر لاير، والديرمز اللي هي ديبر يعني الطبقة لأسفل منها. الإبيديرمس هذه عبارة عن خلايا طلائية حرشفية مركبة certified squamous epithelial cells، وما يتخللهاش blood vessels. وطبعا الديرمس عبارة عن connective tissue layer، ودائما احنا اخذنا قاعدة هذه لما تكلمنا على الإبيثيليال فيما سبق، قلنا أن هي دائما تتبع بكونكتيف تيشيو لغرض التغذية وإمدادها بالأكسجين والمواد اللازمة. أما طبقة الهايبوديرمس اللي هي أهي لما نحط عليها مؤشر، هي هذه طبقة الهايبوديرمس أهي اللي هي باللون الأصفر. إذا طبقة الإبيديرمس أهي الأولى البشرة، طبقة الديرمس أهي كما نوضحته بالمؤشر، أما الطبقة الأخيرة اللي هي الهايبوديرمس هذه not part of skin، وإنما تعتبر another connective tissue below derms، ولا تعتبر من طبقات الجلد. في هلبة يغلطوا ويضعوا فيها من ضمن طبقات الجلد، ولكن ليست طبقة من طبقات الجلد. طبعا most skin is about 1 to 2 millimeter thick، يعني السمك بتاعه، ويتراوح سمكه ما بين الجلد الرقيق كما الموجود في الايليدز، واللي هو السمك اللي أو اللي يعتبر أسمك ما هو موجود في shoulder blades اللي هي عظم الكتف. نبدأ بالإبيديرمس هي الأولى اللي هي تعتبر الطبقة الأولى أو الأعلى الطبقة العليا، ومتكونة من أربع أنواع من الخلايا، كأنواع مش طبقات، كأنواع متكونة من أربع أنواع من الخلايا. النوع الأول اللي هو الكيراتينوسايت، هذا النوع هو وظيفته بروديوس كيراتين، وهذا كلهم اللي تشوف فيهم كلهم يعتبروا كيراتينوسايت إلا الأنواع هذه واحدة، هذه اثنين، وهذه الثالثة. إذن الأربع أنواع أو الكل الخلايا اللي هي مسؤولة أو الخلايا الطلائية الحرشفية اللي بتعطينا الكيراتين فيما بعد تسمى كيراتينوسايت. النوع الثاني من الخلايا هي الميلانوسايت، هذه الخلايا هي اللي يشير لها المؤشر توا باللون هذا أو بالشكل هذا، هي الخلايا خيرها اللي هي منتجة لصبغة الميلانين، وهي اللي تجعل اللي هي سكن باللون الدارك أو القاتم، ومكانها دائما هنا في المنطقة، هي توجد في هذه المنطقة. النوع الثالث اللي هي الميريكل سيلز، هذه
الخلايا اللي هي الميركل سيلز هي اللي هي باللون الأزرق، هي الخلية اللي هي الزرقاء. لاحظوا هنا اللي هو سنسوري نيورون، احنا اخدينا الخلايا العصبية وقلنا في منها سنسوري وقلنا في منها موتور. هي السنسوري اللي هي هذا السنسوري نيورون اللي هي الخلية العصبية، هي فعادة ما تتصل بها خلية الميريكل. النوع الثالث اللي هي لانجرهانز سيلز، هذه تعتبر ماكروفاكس، يعني خلية أكولة أو خلية دفاعية، هذه اللي يشير لها السهم بالشكل هذا اللي هي في المنتصف، وهذا مكان وجودها. إذا خليتين الأولاد اللي هما الميلانوسايت والميريكلز هادو مكان وجودهم في الجهة القاعدية، أما اللانجرهانز فمكان وجودها في الطبقة هذه اللي هي سبينوسيوم، سيراتوم سبينوسيوم. إذا هذه خلية تلعب دور مهم جدا في الدفاع. في نوعين أساسيات من الجلد، عندنا thick skin وthin skin. thick skin هو الجلد الخشن بالعربي، وthin skin هو الجلد الناعم. طبعا انتم تعرفوا ان الجلد الخشن اللي هو متكون من 5 layers وموجود وين؟ فقط في البالمز والسولز، يعني في راحة اللي هي راحة الأيدي وباطن القدم، هذا المكان الوحيد اللي يوجد فيه الجلد الخشن. أما الجلد الناعم فيغطي بقية الجسم، rest of body. الجلد الخشن ما فيش، ما عندناش اللي هو شعر، ما فيش hair، ولكن توجد فيه sweat glands اللي هي الغدد اللعابية. But no hair follicles or sebaceous glands، يعني ما فيش غدد دهنية ولا الشعر. طبعا باعتبار الغدد الدهنية أصلا دائما مرافقة للشعر، ويكون سميك، يعني حوالي 0.5 مليمتر في السمك. إذا الجلد الناعم قلنا يغطي باقي الجسم، والسمك متاعه حوالي 0.1 مليمتر. هذا عندها اللي هو الهير فوليكلز، عندنا اللي هي السبيشيس جلاند والسويت جلاند، موجود فيه كل التركيبات اللي حكينا عليها تو. شن هي الطبقات اللي هي الإبيدرمس؟ نبدو فيها من الأسفل إلى الأعلى. إذا هذه الطبقة الأولى هي المؤشر، الطبقة الثانية، وهذه الطبقة الثالثة، ثم الرابعة والخامسة اللي هي الأخيرة. إذا خمسة طبقات يتكون منها أو تتكون منها الإبيدرمس أو طبقة البشرة. إذا من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعمق حتى السطح نبدو فيهم. الطبقة الأولى اللي هي Stratum Basal or Germinative Film اللي هي الطبقة المولدة، هي وزي ما شايفين حتى في الصورة، شوفوا لاحظوا أن واحدة من الخلايا فيها انقسام ميتوزي، شوفوا الكروموزومات باش يبين لكم أن الطبقة هذه هي المسؤولة على الديفايد اللي هو الانقسام. إذا هنا تعتبر أول طبقة، وهي تعتبر كستيم سيلز اكتيفلي ديفايد، يعني كتعتبر كخلايا أصلية بتنقسم وبتعطي الخلايا اللي هي اللي أعلى منها. فهي إذا هذه الخلايا أول طبقة وتعتبر صف واحد فقط من الخلايا. الطبقة الثانية، إذا هذه الطبقة الأولى، انتقلنا إلى الطبقة الثانية اللي موجودة بالمربع الأحمر، هذه تتكون من contain thick bundles of intermediate filaments اللي هي عندها بعض اللي هم الخيوط أو اللي هم يسمون فيهم tono filaments. resist tension contain protein pre-keratin، فيها بروتين أولي يسمى pro-keratin، عفوا pre-keratin، وتتكون من خلايا star-shaped Langerhans cells، وهذه تحتوي على الخلايا Langerhans cells وحكينا عليها من بكر شوي. إذا هذه الخلية موجودة في هذه الطبقة أو هذه الصفوف. لاحظوا أنها تتكون من عدة صفوف وتعتبر أسمك الطبقات، فلاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 تقريبا 7 صفوف، ولكن مش قاعدة، المهم أن هي مجموعة من الصفوف. الطبقة الثالثة اللي هي Stratum Granulosum زي ما تلاحظوا عليها المستطيل الأحمر، فهذه الطبقة متكونة من، ولاحظوا الفرق بين الخلايا هذه والخلايا هذه. الخلايا هذه فيها اللي هما الزوائد هما اللي سميناها شوكية على خاطرهم، أما الخلايا هذه فتحتوي على حبيبات كما تلاحظوا، وهذا اللي سميناها الطبقة المحببة. شوفوا الحبيبات اللي موجودة داخل الخلايا، لاحظوا أن الخلايا شكلها flattened اللي هي مسطحة، باهي إذا تحتوي على حبيبات من الكيراتينوسايت. producing كيراتين اللي هو التركيب الأساسي أو المكون الأساسي للهير أند نيل، وطبعا موجودة فيها حبيبات تسمى كيراتو هايلاين جرانيولز
help form كيراتين. فالحبيبات هادو الموجودات يعتبروا كيراتين أولي حينتج فيما بعد الكيراتين اللي هو في الصورة النهائية. إذن هذه الطبقة الثالثة. نمشوا للطبقة الرابعة هي اللي هي الطبقة الرقيقة هذه اللي هي صوف قليلة من الخلايا المسطحة ويسموها الستراتوم لوسيدم. والطبقة هذه لا توجد في الجلد الناعم وإنما توجد في الثيك سكن فقط في راحة اليدين وباطن القدمين فقط، وتتكون من صفوف قليلة few rows of flat dead keratinocyte. إذن الكيراتينوسايت اللي كان أول هنا يتحول إلى حبيبات من الكيراتين ولكن اللي هي يسموها ديد كيراتينوسايت. آخر طبقة أو أعلى طبقة اللي هي الستراتوم كورنيوم اللي هي الطبقة المتقرنة، وهالطبقة هذه الخلايا متاعها تكون ديد اللي هي بدون أنوية. هنا نتيجة لتجمع الكيراتين فبتموت اللي هي الأنوية، والخلايا هذه اللي هي عبارة عن خلايا حرشوفية زي ما انتم ملاحظين تحتوي على العديد من الكيراتين اللي هي أصلا كيراتينايزد كورنيفايد يعني طبقة متقرنة. بروتكت سكن أجينست أبرشن أند بنتريشن فتحمي الجلد. نجول الطبقة الثانية اللي هي في المربع الأحمر هذا اللي هي طبقة الديرمس. إذا الطبقة الأولى هي اللي هي طبقة الإبيديرمس، الطبقة الثانية اللي هي طبقة القشرة أو الديرمس تعتبر ثاني طبقة، وهي provides mechanical strength, flexibility and protection for underlying tissue. إذا هي بتحمي الأنسجة اللي بعدها، وزي ما شايفين في الصورة تلاحظوا هنا الأوردة والشرايين، العديد من الأوردة والشرايين، فتعتبر هي طبقة وعائية يعني vascular layer يعني العديد أو نسيج الدم، هذا يكون فيه العديد من الشعيرات الدموية والأوعية الدموية والأعصاب والأوعية الليمفاوية، فهي اللي بتغذي الجلد أصلا. الطبقة هي تحتوي على أيضا على الأعصاب والمستقبلات الحسية. تتكون لو نشوفوها تشريحيا الطبقة الديرمز هي اللي باللون الأحمر هذا المربع هذا الكامل، هنلاحظوا أن هي جزئين. لاحظوا هي اللي عليها السهم، هذه الطبقة اللي هي الأعلى يسموها بابيلاري لاير، هي هيك زي ما أنتم شايفين الحلمات عمارة هذه كلها يسموها بابيلاري لاير. الطبقة الثانية الريتيكولر لاير هي الطبقة الأعمق، فتلاحظوا أن الطبقة هي أقل يعني حوالي 20% من اللي هي الديرمز، أما الطبقة اللي هي تكون 80% من الديرمز. سميناها هذا علاش؟ لأن في موجودة هي شوفوها أنا متبع فيها بالسهم اللي هي ديرمال بابيلي الحليمات هي أو الحلمات، وتتكون من أريولار كونكتيف تيشو نسيج ضام خلالي، ولها دور مهم جدا في تغذية ودور مهم جدا في اللي هو السنسوري نيرفس اللي هي الأعصاب الحسية. إذا موجود فيها الليمفاتيكس والكابيلاريز، كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية، الليمفاتيكس اللي هي الأوعية أو الشعيرات الليمفاوية. الطبقة الثانية تعتبر تف دنس كونكتيف تيشو، دنس فايبرز كونكتيف تيشو، فيها العديد من الألياف بيضاء وصفراء، وخاصة الكولاجين فايبرز اللي هي الألياف البيضاء فيها شوية من الألياف الصفراء، فهي وظيفتها أن هي ترتبط مع الطبقة اللي أعلى منها وترتبط مع الطبقة اللي أقل منها أو اللي قصدي اللي تليها يعني أو اللي بعدها. لاحظوا حويصلة الشعر هي اللي هي الهير فوليكلز، فحويصلة الشعر موجودة في هذه الطبقة. الطبقة الثالثة اللي هي عليها المستطيل الأحمر هو اللي هي الهايبوديرمس، قلنا ما هيش طبقة من طبقات الجلد ولكن احنا بنتكلم عليها باعتبار ان هي مرتبطة ارتباط وثيق بالجلد ولكن ليست من الطبقات الجلد، وهي عبارة عن لوز كونكتيف تيشيو، وتعتبر طبقة تحتوي على العديد أو كلها أو معظمها من نسيج الضام الدهني أديبوز تيشيو، وتعمل على اللي هي stabilize skin position loosely attached to dermis ترتبط به اللي هو طبقة اللي هي القشرة، تحتوي على fat cells provide thermal insulation، وهي يعني العديد من أو اللي هي تعتبر كطبقة عازلة للحرارة. ناخده اللي هو الهير، الهير طبعا هذا واحد من مشتقات الجلد،
وشكل بالشكل هذه حويصلة الشعر أكم زي ما شايفين تخرج إلى الخارج، هذا الهير اللي هو خارج عن الجلد وهذا الداخل، يعني إحنا اللي نقدر نشوفه خارج السطح هو هي اللي هو الساق، هذا اللي هو الشافت هذا الهير، أما الداخل فهذا لا يرى بالعين المجردة وإنما هو داخل الجلد، يكون مغمور داخل الجلد. فإذا هي خيوط تعتبر متكونة من كيراتينايز سيل produced by hair follicle contain dark keratin which is tougher. ناخدو parts of a hair، يعني لو بنقول شنو هما أجزاء الشعرة هنقول أنهم جزئين أساسيات اللي هي root shaft. الروت هو هذا اللي أنا نمشي عليه بالسهم توا، هذا الروت اللي هو يعتبر inside skin أو embedded in the skin يعني مغمور في الجلد، أما الشافت هذه تعتبر above skin surface خارج. Hair shaft organized into three concentric layers. لما ناخده قطاع في الساق متاع الشعرة هنلاحظوا أنه متكون من ثلاثة طبقات، فتشوفوها من الداخل إلى الخارج، هذه الطبقة الداخلية، هذه الطبقة الوسطى، وهذه الطبقة الخارجية. الطبقة الداخلية اللي هي الميدولا، هذا عبارة عن سنترال كور أو الداخلي اللب الأساسي، تحيط بها طبقة من الكورتكس، تلاحظوا مش طبقة هي طبقات، فتلاحظوا أنها صفوف من الخلايا، وآخر طبقة هي اللي هي الكيوتيكل وهي الخارجية. طبعا هنا بتاخد اللي هو او الشعر بياخد الالوان، لاحظوا الالوان المختلفه للشعر هنا، وايضا اشكال الشعر في اللي يكون ستريت في اللي يكون كيرلي، فيعود الى حويصله الشعر. فتلاحظوا هنا حويصله الشعر القطع هيك مثلا هنا اللي هو ما يكونش دائري وانما بيضاوي، هنا مثلا يكون دائري، فعلى حسب المقطع متاع الشعر يكون لون اللي هو الشعر، فممكن يكون أسود، ممكن يكون ألوان تانية، ممكن يكون كيرلي، ممكن يكون سموث. فإذا يرجع لون الشعرة إلى الخلايا الميلانوسايت، خلية الميلانوسايت هي المسؤولة عن لون الشعر ولون الجلد. لو بنتكلم على حويصلة الشعرة هي، إحنا مش حنتكلم عليها بالتفصيل كثير ولكن حناخده نبدأ عليها. فحويصلة الشعر هي هذه حويصلة الشعر هير فوليك، تكون داخل الجلد، إذا موجودة إلى الداخل. شوفوا هذه اللي أنا حاط على السهم هي الهير بلب اللي هي بصلة الشعرة، هي آخر جزء، هذه هي الهير بلب اللي عليها المربع، هو هي الهير بلب هي آخر جزء. لاحظوا هنا الشعيرات الدموية والأعصاب اللي متصلات بها، فهي مغمورة من الداخل. ولاحظوا إن هي في البداية نلقوا هنا اللي هما إبيثيليال، طبعا إحنا عارفين إن طبقة البشرة حتنغمد إلى الداخل، شوفوا هنا تبعوا معي في رسمة، هي طبقة البشرة ولا اللي هي الإبيديرم، فلاحظوا إن هي كيف نزلت داخل، انغمدت إلى الداخل، فخلايا البشرة هنا بتنزل. فإذا حويصلة الشعر متكونة من إلى جانب اللي هو الإبيديرمس، أهي شوفوا كيف نزلت هذه خلايا البشرة اللي هي الإبيثيليال سيل بتنزل إلى الداخل، بالإضافة لأنها يحيط بها الكونكتيف تيشو، إذا حاجتين، نسيج الضام والنسيج الطلائي. إذا البابيلاهية هي عبارة عن نبل شيبد اندنتيشن ودين بلاد فيزل أند نيرفز، إذا هي اللي هي الديرمال بابيلا، لاحظوا هنا، إذا متكونة من حاجتين اللي هي إبيثيليال وكونكتيف تيشو، حاجتين إذا يكونوا حويصلة الشعر. ماتريكس جيرمينال لاير أوف سيلز actively divided cell right above the papilla، إذا هنا يحتوي أو تحتوي على العديد من اللي هو الإبيثيليال سيلز. sensory nerve ending root hair plexus، إذا هنا هي شوفوا لاحظوا الأوعية الدموية الموجودة هنا ويسموها اللي هي hair plexus يعني العديد من الشعيرات الدموية. wrap around each hair bulb، إذا يوجد حول البلبة هي العديد من الشعيرات الدموية لتغذيتها واللي هي سيلز للعملية الإحساس أو الحسي. structure of hair follicle followed، يعني هنا إحنا continue أو نستمر في الشرح على حويصلة الشعر. function of hair include، طبعا شو الشعر عنده وظائف، helping to maintain warmth altering the body to presence of insects on the skin، يعني تحسس أو الإحساس بالشعر أو عفوا بالحشرات لما تكون موجودة على الجلد، أيضا اللي هي بتحافظ على دفء الشعر أو عفوا دفء الجلد. guarding the scalp against physical trauma
heat loss and sunlight، فتحمي من اللي هي أشعة الشمس، فقد الحرارة، وأيضا من اللي هي الصدمات. Hair is distributed over the entire skin surface except palms, soles, lips, nipples and portion of external genitalia. إذا موجود على كامل الشعر، بيكون موزع على كامل الجلد إلا هذه المناطق كراحة اليد وباطن القدم والشفاه وغيرها من المناطق. الجولي اللي هي العضلة الناصبة للشعر، زي ما شايفينها توا هكي في الرسمة، هي هذه العضلة الناصبة للشعر، ودائما إمكانها في هذا المكان. إذا تربط هنا حويصلة الشعر من المكان هذا وتمتد حتى طبقة اللي هي الطبقة السفلى من اللي هي طبقة اللي هي الديرمس. هنا الريكتور بيلي مصل هي العضلة الناصبة للشعر، زي ما شايفين هي عبارة عن حزمة. باندل أوف سموث مصل contracts to make hair stand erect. هنا عند العضلة هذه عندها القدرة على الانبساط والانقباض، وهي عبارة عن عضلات ملساء، هي حزم من العضلات الملساء. لما تنقبض العضلة الملساء هي تضغط على الغدة هذه اللي انتم شايفينها، لان هي مرتبطة بها او متصلة بها. فاذا لما تضغط على الغدة الدهنية هي في حالة انتصاب الشعر، الغدة هي تفرز الدهون. فشوفوا معي القنوات هذه بالرسمة، الدهون تجي هنا وتبدأ ترطب في الشعر والجلد وتزيت فيه، فهي مسؤولة عن ترطيب وتزييت الشعر والجلد. عندنا نوعين من الغدد، أول غدة اللي هي sweat gland، two kinds of sweat gland. طبعا الغدد اللي هي العرقية نوعين، النوع الأول ميروكراين، النوع الثاني اللي هي الإيبوكراين. النوع الأول اللي هو most numerous skin glands، هي تعتبر كثيرة جدا، وهي اللي أكثر من الإيبوكراين، تقريبا حوالي 3 إلى 4 مليون متوزعة على الجلد، وإفرازها 90% من ووتر أو ماء، وتساعد على cool the body، يعني تبرد الجسم. تقريبا يفرز منها يوميا حوالي 500 ملي لكل يوم، وهذه تفتح في اللي هو الجلد، يعني open through pores، فتحات على الجلد. النوع الثاني اللي هي الابكراين سويت جلاند، هذه توجد في الاماكن اللي هي معينه فقط، مش على كامل الجلد، يعني زي الانال ريجن، الاكسيلا، الاريولا، هنا اللي هي ايضا في البيرد اريا، الماتيور ميلز، يعني في اللحيه. يعني produces sweat that is thicker milky and contains fatty acid، هذه المكونات اللي تحتوي عليها او اللي تفرزها الغده النوع الابوكراين، عكس الغده الاولى اللي قلنا 90% منها ماء. وهذه تفتح في الهير فوليكل، زي ما انتم شايفينها في الرسمه، هي اللي انا حطيت عليها السهم توا، الابوكراين سويت جلاند، شوفوا وين فتحت، هنا في الهير فوليكل، فهي تفتح في حويصله الشعر. الغدة الثانية اللي هي sebaceous gland أو oil gland، اللي هي الغدة الدهنية أو الغدة الزيت أو الزيتية، طبعا هنا نسموها أو تفرز مواد اللي نقولها sebum، اللي هو oil secretion produced by sebaceous gland. simple alveolar gland، يعني هي غدة حويصلية، لاحظوا معي هنا على الرسمة، شوفوا كيف هي حويصلية وتكون بسيطة، with short ducts opening into hair follicle، لاحظوا كيف هي الفتحة متاعها، شوف القنوات وين تفتح في حويصلة الشعر. شنو نوع الغدة هي؟ احنا سبق ان شرحنا لما خدنا الابيثيليال سيلز، تكلمنا على الجلاند وقلنا الانواع اللي هي، وحكينا عليها انواع الغدد حسب طريقة الافراز، وقلنا ان نوع الغدة الدهنية هي من النوع الهولوكراين جلاندز، هي هولوكراين جلاندز، يعني secretion consists of broken down cells، اذا الخلايا هذه تتحطم وتفرز اللي هو الافراز الدهني متاعها، وبعدين بواسطة الميتوسيس يصير لها replacing أو replaced by mitosis at base of glands. keeps skin and hair from becoming dry, brittle and cracks. وبهذا تنتهي هذه المحاضرة، أرجو أن هي تكون فكرة اللي هي مبسطة ومختصرة وتكون مفهومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.